وصلنا للفقرة الثانية، فقرتنا الثانية الدائمة، فقرة بالعقل. النهاردة يمكن لأول مرة عندي بعض الأخبار اللي الناس هتسمعها عن التحكيم. الخلاصة يعني بيريرا مصدوم من مستوى منظومة التحكيم بالكامل، سواء في اتحاد كرة القدم أو خارجه، ليس فقط من مستوى الفني للحكام. خلال الفترة اللي فاتت كان في 3 نقاط عملوا صداع يعني لفيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام البرتغالي. أولا، وجود مشاكل عند بعض الحكام في فهم القانون وتعديلاته وتطبيق هذا القانون، ووجود مجاملات فجة في وقت سابق في الاختبارات البدنية. ثانيا، عدم دراية عدد كبير من مراقبي الحكام بالتعديلات الجديدة في القانون، واضطر انه يعمل لهم يعني في بريرا يعني يعمل لهم امتحانات والنتيجة كانت صادمة. ثالثا، عدم ارتياح بريرا للعمل مع بعض اعضاء لجنة الحكام، وخصوصا مع رفض مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري لبعض الأسماء اللي رشحها للعمل معاه. هو دلوقتي الحقيقة بيحاول إن هو يعمل تعديلات داخلية جوه اللجنة خلال الفترة القادمة يمكن نشوفها. بريرا رفض رفضا تاما الضغوط من مجلس إدارة اتحاد كرة القدم لإعادة بعض الأسماء اللي رسبت في الاختبارات البدنية في الفترة الأخيرة، وإعادة الاختبار هتكون إن شاء الله في شهر ديسمبر أو نهاية شهر ديسمبر القادم. طيب،